السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما على راديو ترونسيس. ضيف لي معنا اليوم الفنان الكبير سي عبد العزيز الساتي. اليوم انت ضيف معنا وعندنا لك مفاجأة مهمة، ولكن قبل ما نوصلوا للمفاجأة عندي لك ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول، كي كيجيك حليوة؟ وانا حليوة، انا كان كيسحب لي أغنية من اللي قلبت عليه لقيته مغني. السؤال الثاني، من اللي تفرجتي في حليوة كي جاك؟ ومن اللي دخلت شفتو لقيت كاع الاغاني ديالو كينقص فيهم، عاد عرفت علاش رابطو البيك حداه في ديك لافيش. السؤال الثالث، حكي لينا على دور فرعون اللي لعبتي في حديد دان. وبيني وبينك انا اللي اختاريت دور فرعون باش ندهشر حليوة. انا متاكد من اللي غيشوفني بهذيك الشخصيه وبهذيك اللبسه غيولي غني الامداح. ولكن تنتا سي ستاتي راه بنتك ديما كتبغي تصالح معاك غير انت الله يهديك وصافي، وقالت لينا راه الفان ديالك ديما كتسمع ليك ملي كتغني. والله يهديك، هي سمعت ليا حتى ملي قلت لها بعدي من حليوة. اشنو هي المفاجاه؟ خليني نمشي راني عندي ما يدار. المفاجاه سي ستاتي هي جبناك اليوم باش نصالحوك مع حليوة وبنتك ايلي على المباشر، وهما اللي طلبوا منا هاد الشيء وها هما حاضرين معنا. الاستاذ حليوة والفنانه ايلي، تفضلوا. السلام عليكم. ما تسلموا عليا ما نسلم عليكم، حدكم تما. بالرضا الصاد، راه حنا ناوي المعقول زعما والسكر وصافي يا بابا. حليوة هو المعقول وجاب السكر. ما جاب السكر تدار لي السكر. واخا سيدي ناوي المعقول، هدر نسمع اللي بغيتي نديروه. انا معاك عشيري امر. كيفاش عشيري؟ تماك كتهضر مع البنجوله. راس ستاتي هذا، دخل معايا المعقول نيشان وكون راجل. بابا حليوة والله تراجل، سولني انا ونزيدك الا تزوجنا انا وايلي غادي نطلعوا شي طراك ما ضايرش. اش غادي تطلع؟ طلعتي تا سروالك، هادي لبسه يخطبوا بها الناس، وهادي تا هي احسانه داير. الناس كتخطط للمستقبل وانت تخطط في شعرك. الا سمحتوا تفهموا بهدوء السي ستاتي، المسامح كريم والسيد راه جاي ناوي المعقول زعما. الا بغاو بعضياتهم الله يسهل عليهم ويكونوا غا قد المسؤوليه. بغيناك دير لينا العرس، راك عارف الظروف وفلوس الاسانس راه يلاه كنتكيفوا بها. لا اسمح لي، ياك نتوما عندكم دوك لي زابوني كثر مني. راه كاينين شي ناس ما عرفتاش كيقولوا ليهم الا عندك دوك لي زابوني كيديروا لك العرس فابور، غير طاقيهم. وشوفت هذاك جواد بينكو عدو البينكا، وانا اللي عليا نغني لكم فابور نشط لكم العرس، واخا انا ما ناشطش. ولكن حشومه عليك بابا، انا بغيت ندير عرس ويجوا صحابك كاملين يغنيو كما درتي مع اختي. عندي فكرة، انتم جيبوا اصحابكم وهو يجيب اصحابه ويطلع عليكم العرس فابور. صافي تاعد البلان ناضي. لا اسمح لي، الا جاو دوك صحابو انا ما نغنيش. ما يمكنش نتخلط انا مع اصوات كلها لوطوتين، انا بعدا اصواتهم ما كنفرقش بيناتهم، كيجوني بحال اللي كيغنيو في جعبه. هذا راه سميتو التراب عمي ستاتي. لا واسميتو التراب. واسمح لي، احنا ولاد الميدان، انت بعدا داك الصوت عندك ما عرفتك واش كتغني من بوطك ولا منين كتغني. وصافي يا بابا، دابا نهضروا غير على العرس. غادي نعطيكم سيمانه الا درتوا عقلكم اللي حبيتوها انا معاكم. الا رجعتوا لداك الشيء ديال الكلاشات والتبرهيش والله ما نعقل عليكم. كما شفتوا مستمعينا ومشاهدينا، مرت الاجواء بسلام. مبروك السي حليوة ولالا ايلي. سي ستاتي شي ضحيكه، وبالمناسبه شنو تبغي تقول للناس المقبلين على الزواج وخصوصا البنات؟ اودي كنبغي نقول للجمهور ديالي مرحبا بكم في العرس، وبغيت نقول لكاع بنات المغرب الله يعطيكم ولاد الحلال. ونصيحه، اللي بغى تجوج تجوج بشي واحد يكون كبر منها بعشرين عام، باش النهار يمشي ليه الزين هو يمشي ليه الشوف.